تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الأجر المترتب يا شيخ على المحافظة على السنن الرواتب؟ الإقامة التي تزيد على 4 أيام أثناء السفر لا يجوز أن يقصر فيها. ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب. أيكم أما الناس فليخفف، لا بأس بقراءة القرآن جالسا وقائما وقاعدا وماشيا. كره أحمد السرعة في القراءة. القرآن إنما يفسر بالقرآن. آداب المشي للصلاة مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.